السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة وطالبات الصف السادس مدرسة أنس بن مالك الخاصة. معكم اليوم الأستاذ أحمد رمضان لمدرسة أنس بن مالك. اليوم هنتكلم النهاردة عن الوحدة الخامسة الدرس الثاني. عنوان الدرس اليوم هيكون هل الماء يوصل الكهرباء أم لا؟ يبقى عايزين نعرف في الدرس الماء بيوصل كهرباء أم لا؟ طيب واحد هيسأل، احنا درسنا الحصة اللي قبل مواد موصلة ومواد عازلة، طيب هنعرف في الدرس اليوم هل الماء موصل للكهرباء ام لا. تعال نشوف اهداف الدرس. استطيع ان استقصى المياه النقية والمالحة لاعرف ايهما افضل للتوصيل الكهربائي. يبقى انا من خلال الدرس لازم اعرف الماء النقي والماء المالح، يبقى هستنتج من نهاية الدرس الماء النقي والماء المالح أيهم بيوصل الكهرباء. مفردات التعلم: رقم واحد نقية، رقم اتنين مقطرة. تمهيدا، هل الماء من المواد الموصلة للكهرباء؟ أعزائي الطلبة والطالبات، عشان نقدر نجاوب ونعرف الماء فعلا موصل جيد للكهرباء أم لا، لازم نعمل نشاط مع بعض ونشوف من خلال هذا النشاط هنستنتج منه الماء النقي والماء الغير نقي والماء الموصل للكهرباء والماء الغير موصل للكهرباء. بس قبل ما نقوم بالنشاط تعالوا مع بعض هنشوف بعض الصور، صورة رقم واحد وصورة رقم اتنين. هنا سؤال بيقول هل هذا الماء نقي ام لا؟ اعزائي الطلبة والطالبات، لو احنا جينا شفنا الماء اللي موجود في الصنبور والماء اللي موجود في العبوات، الماء اللي موجود في الصنبور هل هو ماء نقي ام لا؟ والماء الموجود في العبوات هل هو ماء نقي ام لا؟ لو احنا جينا شفنا، طالب هيقول لي ان الماء اللي موجود في الصنبور ماء غير نقي، وطالب اخر هيقول لي الماء اللي موجود في العبوات ماء نقي. طيب عشان نقدر نجاوب على هذه الاسئلة لازم نقوم بالنشاط. تعالوا مع بعض نقوم بالنشاط ونشوف من خلال النشاط هنستنتج منه هذه الإجابات. يلا بينا نقوم بالنشاط. نشاط 2-5، استقصاء ما إذا كانت الماء كان الماء يوصل التيار الكهربائي أم لا. سنحتاج لبعض الأدوات. رقم 1 مصباح، رقم 2 أسلاك، رقم 3 ماء غير نقي وماء نقي، كأس زجاجية وملح وخلية أو بطارية. التحذير: لا تلمس أو تمسك أي سلك مكشوف، وامسك دائما بالسلك المغطى بالبلاستيك. تعالوا مع بعض نقوم بالنشاط ونشوف مع بعض النشاط إيه اللي هيحدث.
استنتجنا ايه من النشاط اعزائي الطلبة والطالبات؟ رقم واحد، استنتجنا ان فيه ماء نقي. يعني ايه ماء نقي؟ يعني ماء لا يوصل كهرباء، وماء غير نقي. يعني ايه ماء غير نقي؟ يعني ماء يوصل الكهرباء. طيب حلل، حلل. ماء نقي لا يوصل الكهرباء لماذا؟ لأنه لا يحتوي على ملح أو مواد سائبة. أحسنتم أعزائي الطلبة. أما ماء غير نقي يوصل الكهرباء، علل، لأنه يحتوي على ملح ومواد زائبة. يبقى نقدر من خلال الاستنتاج إن إحنا نعرف معنى ماء نقي وماء غير نقي. تعالوا مع بعض هنشوف. الماء في ماء نقي وماء غير نقي. الماء النقي تعريفه إيه؟ أي لا يحتوي على أملاح ذائبة فيه. أما الماء النقي الغير نقي، أما الماء الغير نقي أي يحتوي على أملاح ذائبة فيه. طيب أمثلة على ماء نقي وأمثلة على ماء غير نقي. الماء النقي اللي هو الماء المقطر. كيف نحصل على الماء المقطر أعزائي الطلبة والطالبات؟ الماء المقطر، عشان نحصل على الماء المقطر من غلي الماء وبخار الماء اللي بيتصاعد، نعمل عملية تكثف لهذا البخار ينتج ماء مقطر. يبقى من خلال هذه التجربة اللي حضراتكم درستوها في السنين السابقة، عملية التكثف مع عملية البخار الماء بينتج ماء مقطر. طيب يعني ماء مقطر؟ أي الماء الذي تم غليه وتكثف البخار الناتج عنه. يبقى الماء المقطر هو الماء الذي تم غليه، ومن خلال غليه وهيتصاعد البخار نقوم بعملية التكثف، في هذه الحالة ينتج ماء مقطر. ده شكل الماء المقطر. مثال على ماء غير نقي. ماء غير نقي مثل مياه الصنبور، أو الماء اللي موجود في البحار، أو الماء اللي موجود في الأنهار أو الأفلاج والعيون. كل هذه المياه موجود مياه غير نقي. يعني معنى كده طلابي الأعزاء إن إحنا بنشرب ماء غير نقي. طيب زي إيه كده الماء الغير نقي؟ شايفين الماء الموجود في الصنبور والماء الموجود في العبوات. طيب واحد هيقول لي إن الماء الموجود في العبوات ماء محلل. هو فعلا ماء محلل، ولكن بنسب معينة. لذلك ان انت لو جيت بصيت على العبوة اللي عندك هتلاقي ان موجود فيها بوتاسيوم ونترات ومغنيسيوم وكلورات وكالسيوم وصوديوم، كل هذه المواد. لذلك الماء اللي موجود في العبوة التي امامك ماء غير نقي. ده بالنسبة لي تعريف الماء النقي والماء الغير نقي. يبقى كده احنا اعزائي الطلبة والطالبات عرفنا يعني ماء نقي ويعني ماء غير نقي. هل تعتقدون اعزائي الطلبة ان اجسامنا تحتوي على ماء؟ طالب هيجاوب يقول لي نعم، جسمنا بيحتوي على ماء. طيب نعم فعلا أعزائي الطلبة، جسمنا يحتوي على الكثير من المياه. طيب كم نسبة الماء في جسمنا أعزائي الطلبة؟ تعالوا مع بعض أعزائي الطلبة نشوف نسبة الماء في جسمنا. نسبة الماء في جسمك 65 و60. يعني نسبة الماء في جسم الإنسان بتتراوح من 60% إلى 65%. يبقى لذلك جسمنا أعزائي الطلبة بيحتوي على نسبة كبيرة جدا من الماء. هل هذا الماء نقي أم لا؟ عشان نعرف الماء هنا نقي أم لا، لو احنا جينا شفنا الماء اللي بيخرج عن طريق العرق، هل هذا الماء نقي؟ لا. ليه؟ إن الماء اللي بيخرج عن طريق العرق بيكون مالح، يعني بيحتوي على نسبة من الملح. يبقى في هذه الحالة الماء اللي موجود في جسمنا ماء غير نقي. ليه؟ لأنه بيحتوي على نسبة من الأملاح والمواد
الذائبة فيه. تعالوا مع بعض هنحل أسئلة كتاب الطالب صفحة 33. السؤال الأول بيقول: هل تتوافق النتائج مع تنبؤاتك؟ عزيزي الطالب، ده هيكون على حسب تنبؤك. إذا كنت تتوقع إن الماء النقي لا يوصل الكهرباء والماء الغير نقي يوصل الكهرباء. السؤال الثاني: قارن بين النتائج التي حصلت عليها من اختبار الماء النقي والماء الملح. الماء النقي لا يضيء المصباح، الماء الغير نقي يضيء المصباح. السؤال رقم 3: ما الاستنتاجات التي يمكنك التوصل إليها فيما يتعلق بتوصيل الماء للكهرباء؟ عرفنا أن الماء النقي لا يوصل الكهرباء، واستنتجنا أيضا أن الماء المالح يوصل الكهرباء. السؤال رقم أربعة: هل تتنبأ بأن يكون جسمك موصلا جيدا أم غير جيدا للكهرباء؟ اشرح السبب. السبب أعزائي الطلبة أن جسمنا أول حاجة أنه موصل جيد للكهرباء. ليه؟ لأن جسمي يحتوي على ماء به أملاح زائبة. سؤال رقم 5: انظر إلى صورة سالم، ما الذي يقوم به ويشكل خطرا عليه ولماذا؟ تعال نشوف صورة سالم مع بعض. صورة سالم أول حاجة بيستعمل إيه؟ مجفف الشعر. تاني شيء بيغسل أسنانه. تالت شيء الماء مفتوح. يبقى أنت عندك أول حاجة إنه يستعمل مجفف الشعر الكهربائي، وربما ما زالت يديه إيه؟ مبللة. يبقى كده في هذه الحالة هيشكل خطرا على سالم، وممكن يحدث له صدمة كهربائية. وبكده أعزائي الطلبة والطالبات نكون انتهينا من شرح درس هل الماء يوصل الكهرباء. الواجب هيكون صفحة 29 و30 كتاب النشاط.